الدولة. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني بيهم وزارة الصحة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن تقديم الخدمات الطبية لعدد 15673 مواطن من أهالي جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية المقدمة من وزارة الصحة في تخصصات طبية مختلفة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي عدد 22 قافلة، وده حتى اليوم. تفاصيل القافلة وإزاي بتخدم أهالي جزيرة الوراق، طبعا هذا التوجه أو هذا العمل من وزارة الصحة أكيد مهم جدا جدا، وعايزين نعرف هل في خطوات أن يكون في كمان قوافل لمناطق أخرى ولا لا. بينضم لها دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. يا دكتور خالد مساء الخير وتحياتي ليك يا فندم. استاذ ايمان تحياتي لحضرتك، اهلا بيك معانا. يعني اولا خليني احيي حضرتك على المبادره وتحياتنا لكل القائمين عليها، وخلينا نعرف كده تفاصيل المبادره ايه يا فندم وهتستمر لحد امتى؟ اتفضل. يا فندم هي طبعا يعني في توجيه الجمهوريه بتكثيف القوافل العلاجيه الطبيه المجانيه خاصه للمحافظات الحدوديه والمناطق المحرومه من الخدمات الصحيه. يمكن على رأس هذه المناطق جزيرة الوراق، هي منطقة محرومة من كثير من الخدمات الصحية. في توجيه من السيدة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بإرسال قافلة طبية علاجية يوم الخميس من كل أسبوع. بدأنا ده في 14 من شهر سبتمبر الماضي لجزيرة الوراق، وبيتم إرسال هذه القافلة ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع. القافلة فيها الحقيقة تخصصات، تخصصات القلب والبطنه والاطفال وجلديه واسنان وعظام وجراحه وكذلك، وفي عيادات متنقله لتنظيم الاسره والكشف المبكر عن اورام الثدي والاكتشاف المبكر لامراض او الكشف المبكر عن امراض الضغط والسكر. وان شاء الله الكشف عن فيروس سي يبدا 1/3 ضمن المرحله الثالثه اللي منها محافظه الجيزه اللي فيها جزيره الوراق. الحقيقه يمكن القوافل دي موجود هناك في وحده صحيه في جزيره الوراق بتكشف يمكن في اليوم الواحد على حوالي مترددين من 500 ل 600 مواطن، وبتقدم العلاج طبعا بالمجان، وعندنا موظف من المجالس الطبيه المتخصصه مسؤول عن اصدار قرارات العلاج على نطاق الدوله للتسهيل على المواطنين، وايضا اللي عنده تامين صحي بيتم طبعا اعطائه العلاج طبقا للتامين الصحي. و خليني اقول لحضرتك انه الحالات اللي بتحتاج تدخلات جراحيه بيتم تحويلها لمستشفيات ام المصريين ومباب العام والوراق والحوامديه. الحقيقه يمكن احنا وصلنا دي القافله رقم 22 كل خميس، قدرنا ان احنا يتم الكشف على 15000 مواطن او اكثر من 15000 مواطن، ومستمرين وتقديم كل التسهيل والخدمه الطبيه على اعلى مستوى. والحقيقه عندنا دور لا يجب ان نغفله، دور رائدات الريفيات. هم يقومن بتوعيه السيدات المترددات على القافله بالمعلومات الصحيه السليمه، اضافه الى تعليمهم بعض اعمال التريكول، الاعمال الفنيه اليدويه، وده طبعا مساعدتهم لترويجها عن طريق اكتساب يعني خبرات بتساعدهم على تحمل اعبائهم المعيشيه. يمكن قافله جزيره الوراق طبعا فيه اهتمام بالغ وتوجه من الدوله بيها، لكن هي زي ما حضرتك انا كنت لسه هكلم حضرتك، يعني اشمعنى اخترتوا جزيره الوراق؟ هي على راس لا جزيره الوراق منطقه جزيره يعني معزوله ومنطقه محرومه من الخدمات الطبيه. ومطلوب طبعا ان المواطنين اللي فيها يعني حقهم زي حق اي مواطن ان هو ياخد الخدمه الصحيه على اعلى مستوى من العلاج، ده حقه او حقه على الدوله. الحاجه اللي عايز اذكرها لحضرتك وحضرتك ذكرتيها ان ده ضمن التوجيه بارسال القوافل العلاجيه للمحافظات الحدوديه. احنا عندنا 6 محافظات حدوديه، محافظه اسوان والبحر الاحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح. الحقيقه احنا في 2018 قدرنا ان احنا ننظم عدد 186 قافله للست محافظات، وتم الكشف على مواطنين اكثر من 100000 مواطن وصرف العلاج لهم بالمجان، واللي تحولوا للمستشفيات منهم حوالي 1200 مواطن اللي اجروا التدخلات الجراحيه او التدخلات الطبيه اللي تحتاج للتحول او التدخل للمستشفى. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا عندنا خطه بدات في
شهر يناير اللي هي الست محافظات الحدوديه، وبتستمر لمده 6 أشهر، بتضمن وجود القوافل بالفرق الطبيه المدربه في كل مركز داخل الست محافظات. هيشتغلوا في نفس الوقت يا دكتور خالد ولا هنبدا منطقه منطقه او محافظه محافظه؟ لا شغالين بالفعل في نفس الوقت طبقا لجدول زمني بالتواريخ، موجود الجدول ده وبالاماكن وبالتمركزات علشان الهدف من القافله يتحقق، وعلشان يبقى عندي في الاخر ده كله بيساعدني سواء القوافل العلاجيه او المبادرات الرئاسيه الصحيه، بتساعدني ان انا يكون عندي خريطه صحيه كامله متكامله لمصر، وده لاول مره بيبقى موجود اقدر من خلالها اعرف احتياجاتي في هذه المناطق ونسبه المرض في كل منطقه وايه المنطقه دي محتاجاه عشان ارتقي بالخدمه الصحيه اللي فيها، وده بيساعدني ان شاء الله طبعا على يعني تطبيق قانون التامين الصحي الجديد اللي ان شاء الله هيبدا في محافظه بورسعيد شهر يناير باذن الله. هل حمله 100 مليون صحه ساعدتكم نسبيا في معرفه الخريطه الصحيه زي ما حضرتك قلت للمواطنين في مصر؟ على الاقل في المحافظات اللي تمت فيها الحمله كانت موجوده فيها؟ طبعا يا فندم، طبعا حمله 100 مليون صحه مبادره السيد رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي والكشف عن امراض جاري الساريه عرفتني طبعا الكثير عن الخريطه الصحيه ومدى انتشار الكشف المبكر عن امراض الضغط والسكر وعلاجهم وفيروس سي، ده كله بيضيف للخريطه الصحيه، لان انا النهارده عندي قاعده بيانات اللي خدتها من الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي اشتغلت عليها عشان اضمن الوصول لكل المواطنين المستهدفين، ده بيساعدني ان انا اعرف يعني خريطه الاماكن دي صحيا ايه في كل الامراض اللي منها او على راسها فيروس سي والضغط والسكر. ودي حضرتك عارفه ان الضغط والسكر دي من الامراض المزمنه طبعا يعني بتسبب نسبه عاليه جدا من الوفيات خلال الفتره القادمه. صحيح. واللي احنا بنعمل على تقليل هذه النسبه من خلال الاكتشاف المبكر لتلك الامراض وعلاجها. طيب دكتور خالد، انا اسفه للاطاله لكن خليني برضو استفيد من وجودك معانا، اسالك عن الحمله القوميه لمكافحه الامراض السرطانيه، خلينا نعرف منك تفاصيل اكتر ونستغل وجودك معانا النهارده في البرنامج، اتفضل. احنا طبعا يعني في اليوم العالمي للسرطان يمكن معالي الوزيرة اعلنت عن الاحتفال باليوم العالمي للسرطان والجهود اللي بتبذل من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة في مكافحة ومجابهة الاورام. يمكن احنا عندنا حوالي 14 مركز للاورام تابعين لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية بيقوموا بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الاورام، وعندنا طبعا قرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص مرضى الاورام الحقيقه يعني متعاقدين مع مستشفيات كتير سواء مستشفيات تبع الوزاره او مستشفيات جامعيه او مستشفيات تبع للقوات المسلحه الحقيقه ومستشفيات الشرطه، الحقيقه كل اطراف الدوله يعني بتساعدنا لتقديم الخدمه لمريض الاورام، لان من المرضى اللي بيعانوا يعني معاناه شديده. الحقيقه يمكن يعني احد مسببات الاورام السرطانيه سبب فيروس سي، وفي الحالات المتاخره من فيروس سي لو ما تمش اكتشافه بدري بيؤدي لسرطان الكبد، وبالتالي مبادره السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير الساريه بتخفض نسب الاصابه بالسرطان في مصر، ودي يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا بنحتفل باليوم العالمي للسرطان بيواكب 4 فبراير من كل عام. الوزيره الحقيقه في هذا اليوم وجهت بتدريب الاطباء والاطقم الطبيه العامله في مجال الاورام في الداخل او في الخارج لرفع كفاءتهم المهنيه، وهي السيده الوزيره بتشرف على تنفيذ تلك الخطه خطوه بخطوه بنفسها. قصه الوزاره بتهدف لمحاربه السرطان والاورام على احدث نظم العلاج العالميه، وال 14 مركز المتخصص على مستوى الجمهوريه اللي ذكرتهم لحضرتك يعني بيتم تجهيز المراكز ال 14 بكل امكانيات العلاج سواء العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او الجراحات المتقدمه اللي تخص الاورام. وفي مراكز الحقيقه كتير متميزه زي ما قلت لحضرتك، جامعات وقوات مسلحه ومنظمات مجتمع مدني بتشاركنا في ده، المراكز دي بتتبع في العلاج البروتوكولات العالميه، وعشان اقدر اوصل لتقليل نسبه الاصابه بهذا المرض باستخدام برنامج الكشف المبكر عن المرض. وضفت بيتم الان
يعني احنا هنا بنكشف على الناس يعني نفس السيستم اللي كان موجود في 100 مليون صحه، احنا بنكشف على الناس اللي في يعني كدور وقائي مثلا ودورنا بنطمن عليهم، وفي نفس الوقت بنقدم له كمان بروتوكول العلاج. بالظبط يا فندم، وده اللي احنا الكلمه دي بنضيفها في القوافل، ان احنا نعمل قوافل نجوب المحافظات للكشف المبكر عن الاورام وعلاجها، لان ده بيفرق كتير قوي. ده هايل يا دكتور خالد، دي مبادره هايله جدا جدا، بس عايزين نعرف برضو هنبدا فيها فعليا من امتى؟ دي جاري اعداد الخطه الزمنيه لها، ومتولي ده الاستاذ دكتور طارق هاشم، ده مستشار معالي وزيره الصحه والسكان لشؤون الاورام، وهو بيعمل على اعداد هذه الخطه وتجهيز تلك المراكز، وبالتنسيق مع القوافل العلاجيه اللي هتجوب المحافظات للكشف عن الاورام. يعني انا اخر سؤال بوعدك، انا عارفه حضرتك مشغول، هل نقدر بعد اننا ما نعمل الحمله دي ونشوف التفاصيل ونعمل حصر ويبقى عندنا برضو شكل واضح كده خريطه وتوزيع يعني نسب المرض، ونقدر نوصل للمواطن او نحصر الاسباب او العوامل اللي ممكن تكون مسببه لحدوث السرطان؟ شوف يا فندم، كل المبادرات اللي بتتعمل والقوافل العلاجيه اللي بتتوجه لاماكن مبادرات رئاسيه صحيه بتساهم في ان انا اقدر اعرف ايه مسببات المرض، واقدر اكتشفه مبكرا، واقدر اعرف اوجه المواطن ان هو يتعالج منه، وبالتالي بقلل نسبه الاصابه الاصابه ونسب الوفيات اللي ممكن يترتب او يعني اللي ممكن تترتب على تلك الامراض، وفي نفس الوقت يعني ده كله بيفيدني في اعداد الخريطه الصحيه على مستوى. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على المعلومات الهامة اللي حضرتك قلت لنا عليها.